طيب خلينا نقول لحضراتكم خبر عاجل قبل ما نروح فاصل. سيادة السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هيكرم اليوم بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات وأطقم التدريب اللي حققوا ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. سيادة الرئيس هيستقبلهم النهاردة بقصر الاتحادية وتقريبا كمان شوية يعني اللاعبين واللاعبات وأطقم التدريب اللي شرفونا حقيقي في أولمبياد طوكيو. ويعني اعتقد دي حاجه هتكون يعني لمسه محترمه جدا وحاجه مشرفه جدا كمان يعني، وفي نفس الوقت كده بتديك حافز ولغيرك حافز ان طبعا. انا عايز اكون في المكانه دي، انا عايز اتكرم من سياده الرئيس، انا عايز ارفع اسم مصر في الخارج. فيعني الف مبروك علينا جميعا حقيقي.